أولا الشعب المغربي نظم هذه المسيرة باش يعبر على الدعم ديالو المطلق ولا مشروط مع إخواننا الفلسطينيين ودفاعا عن مقدساتنا التي تدنس من قبل المستوطنين المتغطرسين والجيش جيش الاحتلال الصهيوني من ناحية. ثم نقول للذين يتساءلون عما جرى يوم 7 أكتوبر، هذه كانت مقاومة لشعب يعني يرزخ تحت الاحتلال ويرزخ تحت الحصار ويعاني الأمرين. فالذين يتساءلوا عما جرى في 7 أكتوبر فليتساءلوا أيضا ماذا جرى قبل 7 أكتوبر، ل75 سنة ديال التنكيل وديال العصر وديال القتل وديال التهجير. يعني كيف يعقل أنه تخرج واحد الشعب من الأرض ديالو وتنشر المستوطنات وأنك تنكل به وتقتلو وتسجنو يعني وتحاول أنك تصفي تماما القضية الفلسطينية؟ وليتساءلوا أكثر ماذا فعل هذا الكيان الغاشم بعد 7 أكتوبر. اليوم تقريبا أكثر من 800 ديال الأطفال تقتلو، أكثر من 2000 شهيد، الدمار الشامل والقصف بالفوسفور. فين هو هذا المنتظم الدولي اللي منع المساعدات على الفلسطينيين؟ لا ماء لا ضوء لا غازوال لا ماكله لا دواء، وتجبروا يعني الفلسطينيين في قطاع غزه باش يخرجوا. هذا الشيء ما يمكن يقبلوه حتى واحد. حنا بالعكس نطالب بتقديم مجرمي الصهاينه امام المحكمه الجنائيه، ونطالب الدوله المغربيه بإلغاء اتفاقيه التطبيع وتسد ذاك المكتب اللي فيه ذاك المجرم المغتصب. اننا لا نقبل التطبيع مع كيان محتل مجرم، ونطالب الدوله المغربيه. احنا كنترأسوا اللجنه ديال القدس، احنا اللي عندنا اماره المؤمنين هنايا، ما خصناش نقبلوا اننا نخضع. لا يجب ان نركع للكيان الصهيوني ولهذا العالم اللي ولا فيه قانون الغاب واللي فيه قانون دولي لا يحترم غير بالنسبه لنا احنا، اما الصهاينه فوق القانون. ولهذا حنا ما غاديش نسكتوا، ما غاديش نسكتوا، واخا يكون اللي بغى يكون اللي بغى يكون، حتى ينتصر الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخيه كامله ويبني الدوله ديالو والعاصمه ديالها القدس، ويرجعوا المنفيين ويتم تحرير الأسرى. وهكذا غادي نقولوا هذا العالم راه عايشين فيه اناس ماشي وحوش. وشكرا لكم.